أخبار جديدة وهامة للشعب العراقي وردتنا الآن، تابع الفيديو إلى النهاية لأنه يحتوي على الكثير من الأخبار. السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق، قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. لجنة العمل التصويت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي بعد العطلة التشريعية لمجلس النواب. المتحدث باسم وزارة التخطيط حزيران المقبل موعدا لكشف مزدوجي الرواتب والموظفين الوهميين. المتحدث أكد أن أكثر من 10% من الموظفين فضائيون ومزدوجو الرواتب، ويتراوح عدد الفضائيين في المؤسسات الحكومية بين 200 إلى 300 ألف. مشروع بنك المعلومات الوظيفي يقضي على الفضائيين وازدواج الرواتب في مؤسسات الدولة. الوزارة تواصل عملها لإنجاز مشروع بنك الموظفين المؤمل أن يكتمل في حزيران المقبل. مصرف الرافدين يباشر بصرف السلف الفورية للموظفين الموطنة رواتبهم. اللجنة المالية تستأنف اجتماعاتها لوضع اللمسات الأخيرة للموازنة بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء. مصدر نيابي: الأربعاء المقبل سيتم التصويت على الموازنة في جلسة ستبقى لفجر الخميس. مصرف الرشيد: شروط المنح والتسديد لسلف منتسبي الدفاع والداخلية والأمن الوطني تضمنت ما يلي: أن يكون طالب السلفة مثبت على الملاك الدائم، ألا يكون بذمته سلفة سابقة غير مسددة بالكامل ممنوحة من مصرفنا بتاريخ تقديم طلب الحصول على السلفة، ألا يتجاوز عمر طالب السلفة السن القانوني المقرر بقانون الخدمة المشمول بها في نهاية مدة السلفة. مبلغ السلفة من 5 إلى 8 إلى 10 ملايين دينار وحسب حدود صافي الراتب. مدة السلفة 5 سنوات بفائدة 5% تحتسب بطريقة القسط الثابت وتسدد بأقساط شهرية. العراق يصدر 5500 طن من البطاطا إلى السعودية والكويت. بابل تصدر 6 قرارات بعد ارتفاع الإصابات بكورونا. يكون الدوام بنسبة 50% في جميع دوائر المحافظة. إلزام المولات والمطاعم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الفعلية. غلق كافة الجوامع والحسينيات وكذلك قاعات الأعراس. تتولى دائرة الإعلام والاتصال الحكومي في المحافظة التثقيف على لبس الكمامات. إعادة افتتاح كافة الردهات الوبائية في الأقضية والنواحي. منع كافة التدخلات في نقل المرضى من وإلى المستشفيات. عضو اللجنة المالية النيابية ماجد التميمي: سلمنا الحكومة النسخة الجديدة من الموازنة العامة لعام 2021. وزارة العمل تدعو العمال المتقاعدين لإكمال إجراءات إثبات شهادة الحياة للعام 2021 تجنبا لقطع رواتبهم. اللجنة المالية تستضيف السيدة طيف سامي المدير العام للموازنة في وزارة المالية. أبرز ما تضمنه اجتماع اللجنة المالية مع الكاظمي: اللجنة أعادت كتابة استراتيجية الموازنة وفق رؤية اقتصادية شاملة بعدما جاءت من الحكومة برؤية مالية فقط. اللجنة سلمت نسخة من التعديلات التي أجرتها على الموازنة للحكومة. ضغط النفقات وتعظيم الإيرادات كان بشكل علمي مدروس وجاء بعد لقاء أغلب وزراء الحكومة وعقد أكثر من 302 استضافة لمختلف مؤسسات الدولة. دعم القطاع الخاص واتخاذ خطوات جريئة لمعالجته ودعم المصارف الصناعية والزراعية والعقارية لتحقيق تنمية شاملة في هذه القطاعات. تبادل وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للخروج برؤية موحدة بما يصب في المصلحة العامة. اللجنة ستشرف بشكل مباشر على تنفيذ الموازنة لضمان تطبيق رؤيتها. التفكير خارج الصندوق وبأبعاد اقتصادية فنية لتحويل الوزارات من مستهلكة تثقل كاهل الخزينة العامة
إلى منتجة. وزارة الاتصالات: المواطن سوف ينهي معاملاته في الدوائر عبر البريد الإلكتروني من منزله قريبا. العراق على النظام الأوروبي. عضو اللجنة المالية ماجد التميمي: خصصنا الأموال اللازمة للمحاضرين المجانيين في موازنة 2021، وآلية التعامل معهم متروكة إلى وزارة المالية. لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية تطالب بخفض سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار. النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي: وجود حملة الشهادات العليا ضمن كوادر القطاع التربوي إضافة نوعية تسهم بتطوير مستوى التعليم في البلاد. وزارة المالية: الدائرة القانونية يمنح المتقاعد كافة الامتيازات والحقوق التي تمنح لموظف الملاك الدائم كالإجازات والإفادات وفقا لقانون الخدمة المدني. محافظ كربلاء المقدسة يعقد اجتماعا لخلية الأزمة، وخرج الاجتماع بعدة توصيات أهمها: التزام المدارس والجامعات الحكومية والأهلية بالدوام ليوم واحد في الأسبوع مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، غلق الجوامع والحسينيات وقاعات المناسبات والمتنزهات العامة ومدن الألعاب والملاعب الرياضية لمدة أسبوعين، ومن لم يلتزم ستكون هنالك غرامات مالية. التأكيد على الموظفين والمراجعين في الالتزام بالإجراءات الوقائية مع مراعاة التباعد الاجتماعي. إلزام المطاعم والمولات بتقليص الاستيعاب وعدد الطاولات لنسبة 50% مع مراعاة التباعد الاجتماعي والالتزام الوقائي، وستكون هنالك غرامات وغلق على من يخالف الشروط الوقائية. تشكيل لجنة خاصة في كل دائرة لأجل متابعة ومراقبة تطبيق شروط وتوصيات خلية الأزمة. فحص جميع الوافدين لكربلاء المقدسة في السيطرات الخارجية. تم تشكيل مفارز جوالة من قبل الرقابة الصحية والجريمة المنظمة والشرطة المجتمعية لتطبيق هذا القرار. على جميع سائقي المركبات الخاصة والأجرة بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، وستكون هنالك غرامات على من لا يلتزم من قبل المرور. وزير الصحة: عدد من التوصيات سترفع إلى اللجنة العليا بشأن منع انتشار فيروس كورونا. التوصيات تتضمن التأكيد على الدوام يوما واحدا في الأسبوع بالمدارس ويومين للجامعات والكليات، منع التجمعات ومنع قيام صلاة الجماعة، ومنع دخول أي زائر إلى المراقد المقدسة ما لم يرتدي الكمامة، منع مجالس العزاء وصالات الأعراس. لجنة التعليم العالي النيابية تلتقي اليوم بمجموعة من معتصمي حملة الشهادات الذين تعرضوا للقمع والضرب وإزالة خيم اعتصامهم في بغداد. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، دعا السلطات كافة إلى احترام الحقوق وإطلاق درجات الحذف والاستحداث وتفعيل قانون 67 لسنة 2017 لتعيين الطلبة الثلاثة الأوائل على الأقسام العلمية والإنسانية، وكذلك تفعيل قانون 59 لسنة 2017 الخاص بتشغيل حملة الشهادات العليا. اللجنة المالية النيابية: الموازنة قد تتأخر إلى الأسبوع المقبل ولم تنتهي أو تسلم مسودتها إلى الحكومة، ولا زال الطور المناقشة، وهنالك المواد الخاصة بإقليم كردستان 10 و11 و12 لم تحسم بعد. القانونية النيابية: جدول أعمال مجلس النواب سيتضمن قانون الموازنة واستجواب محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات قبل الذهاب إلى العطلة التشريعية.